ورجعنا لكم مع الجزء الثاني من شراء مسكنكم الاول في كندا، كل ما يرغب الوافدين معرفته من المعلومات القيمه والشيقه. اول شيء ضغط على المشاركه وتفعيل الجرس من الجميع حتى تصلكم كل الفيديوهات اللي احنا نسويها لاجل فائدتكم. وايضا كان عندنا قصة ما كملنا القصة مالتنا، اليوم راح نكمل القصة وراح أقول لكم أول طلب طلبته من عندي زوجتي أول ما تحولنا بالبيت كان غسل مواعين. طبعاً أكيد طبعاً بعد ما تحولنا بالبيت الطلبات كثرت جداً. تخيل انه انت تتحول ببيت فارغ ما بيه كل شيء، وتبدي طلبات الزوجة في مجال المطبخ والغرف وكل المجالات. فنزلنا بدينا ننزل للسوق، بدينا نسوي اوردرات. طبعا الموضوع اخذ وقت كثير حتى انه احنا نكفي نفسنا وحتى نكون احنا مرتاحين جدا بالبيت. بدينا نسوي اوردرات شطلات سجاجين على مواعين على طخم على تلفزيونات على الغرف. لكن مع كل هذا وكل هذا التعب احنا ما حسينا بهذا التعب. كانت فرحتنا هو المملكة الجديدة، المملكة الجديدة، البيت الجديد، العالم الجديد اللي عشناه في هذه اللحظات الحلوة. وخلونا نبدي موضوع حلقتنا هاليوم حتى لا نطول عليكم. تعالوا وياي في الجزء الثاني هاليوم راح نتكلم عن شنو المنزل المناسب لكم. قبل البدء بالتسوق حددوا نوع البيت اللي تريدوه وفكروا بما ترغبون به الآن ولاحقا. حجم المنزل المطلوب، عدد غرف النوم، عدد الحمامات، وعدد السيارات الممكن تخزينها في الجراج. هذا هو الأوبشن الأول على المنزل اللي أنت يكون يناسبك ويناسب عائلتك، إضافة إلى أساليب الحياة ومراحل معينة. شنو معناته أساليب الحياة ومراحل معينة؟ هل تخطط لتكون أسرة أو لديك عدد أولاد أكبر في مراحل الزواج ويحتاجون إلى مساعدة أكبر لتغطية احتياجهم ومراحل حياتهم؟ عندك أولاد بالجامعات راح يحتاجون أكثر بيت يكون بأماكن تكون كلش كوايت كلش هادئة، فيحتاجون إلى الهدوء في هذا المنزل. عندك شيء آخر هو مهم جدا، طبعا نوع البيت اللي تشتريه يعتمد على كثيرا على أبواب التقاعد. حية طيبة. والجزء الثاني من شراء مسكنكم الأول في كندا هو المنزل المناسب لكم. قبل ما تبدي بالتسوق للمنزل المناسب لك حدد نوع البيت اللي تريده وفكر بما ترغب به الآن ولاحقا. شنو المنزل اللي راح تكون أنت أكثر مرتاح به؟ خلي نشوف شنو الأشياء اللي راح تحدد نوع المنزل اللي أنت تريده. أول شيء عندنا حجم المنزل المطلوب. حجم المنزل المطلوب مثلا عندك عدد غرف النوم، عدد الحمامات، عدد السيارات اللي ممكن تخزنها بالبيت، هل انه انت تحتاج الى باكيارد، هل انه انت تحتاج الى بيسمنت فينيش، هل انه انت تحتاج الى شنو الاشياء اللي انت تحتاجها في داخل البيت، مطبخ، صالة، غرفة، عدد حمامات. الشيء الاخر هو اللي يحدد المنزل المناسب لك هو اساليب الحياة ومراحل معينة. كل عائلة عندهم أشياء خاصة بيهم يريدون يسووها. مثلا أنت تخطط أنه تكون أسرة أكبر، عندك أولاد في مراحل الزواج، عندك أولاد في مراحل
راح يروحون جامعة، يحتاجون إلى الهدوء أكثر بالبيت، يحتاجون إلى برايفسي، إلى الخصوصية في مراحل حياتهم. وعندك ابن بنت راح تتزوج، راح تحتاج مساحة أكبر بالبيت في حال أنه هم راح قرروا أنه هم يسكنون وياك بالبيت. طبعاً نوع البيت اللي تشتريه يعتمد كثيراً على إن كنت على أبواب التقاعد، لأنه لتسهيل عليك مهمات هواية تسويها أنت لما تكون غير متقاعد، ولما تكون متقاعد يختلف الموضوع. الناس تصير أكثر الأوقات مشغولة في أشياء، مشغولة في الشغل. لما تكون متقاعد راح يكون عندك أشياء هواية أكثر تهتم بيها بالبيت، حديقة خارجية، تهتم بالحديقة مالتك وتعطيها أكثر اهتمام مما تكون أنت في عملك. خلونا نتابع بعد شنو الأشياء اللي تحتاجها أنت حتى تحدد شنو المنزل المناسب لك. تابعوني. طبعاً اختيار المكان المناسب ضروري جداً. يعني أنت ترغب أنه تعيش بمدينة، لو ترغب بالضواحي، لو ترغب بالريف، هل أنه تحب أنت تشتري بيت بداخل مزرعة، يا أما تشتري مكان مكتظ بالسكان وبزي وتحب تشوف سيارات. أنا كان عندي صديق كان يقول لي أنا عجبني أفتح الشباك مال غرفتي وأشوف هواية سيارات، أسمع صوت السيارات، أسمع صوت التركات. وكل واحد عنده نظرة على البيت اللي هو راح يشتريه بالمستقبل. الشيء الآخر بالنسبة للعمل، هل ترغب في أن يكون محل إقامتك قريب أو بعيد؟ بمعنى أنه هل أنت مستعد أنه تسوق مسافات طويلة؟ أو أنت ما تقدر تسوق مسافات طويلة من بيتك إلى مكان عملك نص ساعة، ساعة؟ أكو ناس ما تقدر تسوق، تقول أنا أقدر أسوق 15 دقيقة بس أكثر من هيك ما أقدر أسوق. أو أنه لما أطلع تعبان من الشغل وأني أشتغل 10 ساعات 12 ساعة أنا بعد ما أقدر أسوق أصلاً، ما أقدر أسوق أكثر من نص ساعة، وبعدين أكو ازدحام على هاي واي على كذا، وأكو ناس أصلاً ما تسوق على الهاي واي. وهناك نقطة أيضاً مهمة جداً، تابعوني، مدارس الأطفال. أول شيء تبحث عنه لما تدور على بيت هو مدرسة لأطفالك. شنو نوع المدرسة اللي أنت تبعث أطفالك إلها؟ شقد بعيدة المدرسة؟ وطبعاً كل الناس اللي عندهم أطفال يفتهمون ويعرفون أنه في كندا أكو مسافة معينة إذا تكون بعيد بيها عن البيت عن المدرسة، الباص راح يجي ياخذك، راح تقدر تروح ويا الباص. وأكو مسافات الباص ما يقبل، لأن يقول لك هاي بيتكم كلش قريب، تقدر أنت تجيب أطفالك مشي أو تجيبهم بالسيارة، ما راح تكون كواليفاي حتى أطفالك أنه يروحون للمدرسة بالباص. هذا موضوع جدا مهم، كل الآباء اللي لديهم أطفال راح يروحوا المدرسة أو هم أصلا بالمدرسة يدورون دائما على شقد البيت يكون قريب على المدرسة. وأكو موضوع ثاني أيضا، ناس كثيرة عندها هوايات، أكو ناس تمشي، أكو ناس تطلع تركض، أكو ناس تحب تروح للجيم كل يوم، أكو ناس يحبون المتنزهات، يحبون يكون الباركات قريبة على بيتهم. وهذا شيء أيضا مهم لهم لما يختارون البيت، يختارون في حي يوفر لهم كل هاي الأشياء، ويقدر يروح إلى متنزه، يقدر يطلع يمشي المنطقة هاي، الناس عندها بايسيكل تطلع بالبايسيكل، يعجبها أنه تطلع بجروبات بالبايسيكل، وهذا شيء يساعد على أنه هم يبقون دائما أكتيف، يحبون الرياضة، يحبون الانضمام للجروبات ويطلعون مشي ركض أو بايسيكل أو كل هاي الأشياء، أو يحبون أطفالهم يروحون بعد المدارس أو العصر يطلعون يروحون إلى المتنزهات ويلعبون بالألعاب.
طبعا ايضا هناك شيء مهم جدا هي مراكز التسوق. ايش قد مراكز التسوق قريبه على بيتك؟ كل ما تكون مراكز التسوق قريبه على بيتك، كل ما تكون انت وعائلتك مرتاح من انه انت ما راح تسوق مسافه طويله حتى انه انت توصل لمركز التسوق، او ممكن انه انت بس مجرد تعبر الشارع راح تكون في اي مركز من مراكز التسوق اللي يلبي حاجه بيتك وعائلتك. نقطه الأخيرة وهي العائلة والأصدقاء. إيش قد راح يكون بيتك قريب على الأصدقاء؟ إيش قد راح يكون بيتك قريب على عائلتك؟ العائلة المقربة إلك، الناس اللي أنت تعرفهم، الكوميونيتي، ومهم جدا لحتى توثق الأواصر. وأيضا عندك الأمور الثقافية والمشاركات بالفعاليات مع الجالية، إيش قد أنت قريب على جاليتك والجاليات الأخرى وتحب أنه أنت تشارك بهاي الأشياء وتقول أنا أحب بيتي دائما يكون قريب على هاي الفعاليات وأحب أنه دائما أكون وياهم وأسندهم. وشكراً، جينا إلى نهاية الجزء الثاني. تابعونا بالجزء الثالث وراح يكون جزء شيق جدا راح تستفاد من عنده. أرجو من الجميع الضغط على مشاركة وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي لمصلحتكم وفي العقارات في كندا. على يونان، وكيلكم المجاز العقاري في كندا. تليفوني 416-617-9150. تابعونا دائما وشكرا لكم.